الانتصار على حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، هل أعلمتم باقي أعضاء المكتب السياسي في المؤتمر؟ من قرر؟ نحن أعضاء المجلس الوطني المنصب، وقد اتخذنا هذا القرار بناء على رغبة مشتركة بين القواعد والتي وقع التعبير عنها خلال المؤتمر القيروي الذي عقدناه يوم 6 ماي الجاري. فإعلام بقية أعضاء المكتب السياسي لم يكن مطروح، وهذا قرار انفصال انسلاخ. فما يعني نحن أعلمنا الرأي العام وأعلمنا القواعد فقط يعني. وكيف تتصور تلقيهم لهذا الخبر؟ نحن لا يهمنا كيف سيتلقون. ما هو اسم حزبكم الجديد؟ نعم نحن تداولنا في الاسم داخل المجلس الوطني المصغر، وكان هناك مقترحات، فقررنا عدم الحسم في الامر الى حين عرض الموضوع على القاعدة. نحن نعمل بشريك القاعدة وتشغيل آلية التشاور والتشريك الديمقراطية التشاركية، فنحن نريدها يعني ممارسة داخل هذا الحزب الجديد. هل تكون السيدة أم زياد في حزبكم الجديد، ومن سيكون فيه أيضا؟ طبعا سنتصل بأم زياد، أم زياد عبرت على مساندتها لمبادرتنا ولهذا الحزب. أكيد أنا سنبحث صيغة لمشاركة أم زياد. أم زياد يعني أعتقد أنها لا تتحمل يعني الاجتماعات التي تأخذ كثيرا من الوقت والتي قد ترهقها، لذلك سنبحث عن صيغة التعامل معها. ومعلوم زياد يعني لها دورها في التشكيلة السياسية القادمة. وما هم أسباب الانفصال عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية؟ الاختلاف في النهج والخيارات، وكذلك يعني تباعد التصورات وتقابلها. نحن ندعو إلى حزب منفصل عن السلطة، وهم يريدونه حزبا مندمجا مع السلطة ومتذيلا لها، حتى يكون هذا الحزب يعني نوع من نطاق تمرير لسياسات الحكومة. ونحن نقول أن هذه تجربة سابقة أن عاشها التونسيون خلال حقبة بن علي وحقبة بوتفليقة، وأن هذا الأمر يعني مرفوض كخيار. ثانيا نحن يعني لاحظنا أن هناك تخلي عن فكر الثورة، ويعني السعي لتحقيق أهدافها. فاعتقدنا أن نحن لابد أن نساهم في صياغة فكر لهذه الثورة حتى يحصنها من محاولات الالتفاف عليها وإجراءها. هل لا تحدثنا على الاعتداء الذي صار في كابس الفترة الماضية؟ أنا أريد أن أقول أننا يعني نحن اشتغلنا صلب المجلس الوطني المصغر حتى قبل تشكيله. الفريق الذي ينتمي إلى الشق المقابل للفريق الحكومي والرئاسي كان اشتغل على موضوع إعادة الهيكلة، ثم اشتغلنا على صياغة الخط السياسي، فكان هذا في إطار تأهيل الحزب تنظيميا وسياسيا للمرحلة القادمة. وكنا لما نذهب بهذا إلى القواعد ونعرض عليها أفكارنا كنا نلقى تجاوب، وكانت القواعد بوضوح تعيب على المكتب السياسي وبقية الفريق هذا الحكومي،
كان تعيب عليه يعني أنه تقصيره في تقديم أو في تنشيط حياة سياسية داخل الحزب، هناك قصور سياسي واضح. فلما وجدوا هذا التجاوب معنا قرروا أنهم يتصدوا إلينا بعدة أساليب، فبدأوا بمحاولة التشويش علينا، ثم محاولة التصدي بأساليب وطرق، إلى انتهاء إلى المنع بالقوة. أننا ذهبنا ونحن ننوي يعني طرح عدة أفكار على الحضور، وكنا على استعداد لتلقي أفكار مغايرة ومختلفة لنقيم حوار مع قاعدتنا. فما الداعي إلى استعمال القوة غير ضعف الحجة؟ هم أحسوا بأنهم من حجتهم ضعيفة، وبالتالي هم لجأوا إلى أساليب القوة والعنف. فلما سألتني ماذا حدث؟ هم أتوا لنا بمجموعات، يعني حالما وصلنا إلى المكان هو في الحقيقة منتجع صغير يعني عند زاهي، يعني طلبنا احتساء قهوة، فتجمعوا حولنا، تحلقوا حولنا، قالوا لنا اشربوا القهوة وتخرج، هو مكان عمومي. طبعا أنا تعرفت على البعض منهم من الجميع، لكن هو كان هناك مجموعة غريبة. طبعا معاملة سيئة، يعني سب وكلام بذيء. فاحنا حاولنا، قلنا لهم تفضلوا رجال أعطيهم طرحكم ونسمعوكم. يعني اتضح انهم اتوا بمهمه هي منع اللقاء، وهذا ما افلحوا فيه في الاخير. احنا عقدنا لقاء بعد في مكان خاص، قفلنا راجعين مع شعور بالصدمه طبعا ان ينتهي المؤتمر الى استعمال مثل هذه الاساليب اللي واضح من وراه. لا تعرفون من اعتدى عليكم؟ نعرفه، احنا صورناه اجهزه المصوره، سواء بالتليفون ولا بالالات التصوير، وانزلنا ذلك في الفيسبوك، وكان امن حاضر. وبعد جانا الوالي اعتذر، والوالي نزل الاعتذار في صحيفه الشروق. الامر على غايه من الوضوح ثابت، يعني ليس امر مشكوك فيه. وشكون بعثهم معناتها تتصورت؟ اعضاء المكتب السياسي هم وراء ذلك، هما بتنسيق مع عضو مجلس تاسيسي اللي يدلس التصويت والى اخره. غريب اسمه. أتصور هذه أعمال تشين المؤتمر. وهل قدمتم بشكاية للقضاة؟ احنا سجلنا، فتحنا، طلبنا فتح المحضرين لأن ما اعتدوا على السيارات. وطلبنا فتح بحث ومعرفة من يقف وراءها. متى يمكننا قراءة برنامج الحزب الجديد؟ في القريب إن شاء الله. الأمر سوف يستغرق أكثر من أسبوع أو 10 أيام. التجربة متاع الأحزاب السياسية في تونس، يمكن فما تجارب عديدة متاع انقسامات تبدأ في بداية التسعينات فيما يتعلق بحزب العمال، وإلا مؤخرا فيما يتعلق بالحزب الديمقراطي التقدمي، اندماجه، المسار اللي هو حركة التجديد وغير ذلك. يعني المرجعيات في العادة، مرجعيات الانقسام هي مرجعيات إيديولوجية أو مرجعيات قراءات سياسية مختلفة. اليوم يتم اتهام حزب المؤتمر من الجمهورية بأنه السبب الرئيسي وراء الانقسام هو صراع زعامة. شنو التعليق سي عبد الرؤوف العيدي على الاتهام هذا؟ يعني أنا طالب زعامة، ليش ما
ماذا يصحح؟ يعني هي اختلاف المقاربات، اختلاف الرؤى، واختلاف في موضوع الأولويات. قل بالنسبة اختلاف المقاربات، نحن لنا مقاربة سياسية، هم لنا مقاربة تنظيمية، هما جسم كله هو يبقى على التنظيم على حاله، يتفرغون له لمدة وجيزة، يعني نوع من فرض عليه وصاية، كان المفروض أنت أنه وزير في حكومة تشتغل تقول أنت بين 10 أو 12 ساعة في اليوم، يعني تترك أمر الحزب لمن هو متفرغ أكثر منك. كيف تفسر هذا التشبث بمسؤولية داخل المكتب السياسي؟ كيف تفسر؟ هذا لا يعطي للحزب إلا معدل ساعة أو ساعتين في الأسبوع من وقته، بينما الحزب الآن هو في حالة تأسيس، معناه يتطلب جهد كبير ويجب حد أدنى من التفرغ. أنا أكيد أكون متفرغ للشأن الحزبي، أنا تركت مكتبي تقريبا حتى في مجلس تأسيسي، أنا أشتغل نصف وقت ديما متغيب، يعني حتى أستطيع أن أتجاوب يعني مع متطلبات تأسيس حزب، تقديم أفكار، توضيح الرؤى، تنسيق ما بين، والاستجابة لهذه الطلبات، تنظيم رعد وتقبل الطلبات. هناك ناس طالبك بالمعينات الكرام باش يبقيو على المحل، هناك ساعات خلافات، هناك نظم لقاءات وكل لازم تنسيق لازم العمل. فكان من الأولى أنهم هم يستقيلوا من المكتب السياسي أو يعلقوا وضعيتهم مؤقتا ونعوضوهم بطاقات أخرى وكفاءات أخرى اللي هم يتفرغوا، هم ما كانوش مستعدين. وليت أنا فكرت قلت علاش ما نضيفوش أعضاء من الكتلة، أعضاء الكتلة كلهم لم أستثني منهم أحد، ونبقيو عليهم هما زادا، كان يجب يعطي ساعة بارك الله فيه في الأسبوع، لكن نزيدوا نعزوا هذه التشكيلة برموز وطنية كما السي الحيوي، كما عبد المجيد العبدلي، كما عمير سي عميرة، كفاءات معروفة اللي هي تحقق الإضافة لهذه القيادة الجديدة، ويستطيع الحزب بذلك تدارك النقص العددي اللي ترتب على التحاق عدة أعضاء منه إلى الفريق الحكومي. لكن هم رفضوا وألغوا في بيان سارعوا بإلغائها، وذلك ليس من منطلق يعني مناقشة حاجية الحزب، هل هو الحزب بحاجة لهذه القيادة أم لا، لكن من منطلق أنه هذا عمل أو إجراء مناقض للمجلس النظام الداخلي، وأنه لم يقع مشاورتنا فيه. أنا كيفاش نشاورك؟ أنت يعني جي يوم في الأسبوع ساعة ولا ساعتين ليس لك وقت، ثم أنت أثبت كتشكيل أو كفريق حكومي مسؤول أنك غير متفرغ للشأن الحزبي، فهمت؟ نشاورك، هذه مبادرة اجتهاد، ثم أنت غير مقصي، وشنو يقلقك؟ يجي أخدم وأنقد ويقول هذا ما يجيش هكا ولا ما يجيش هكا. سي عبد الرؤوف العيدي، علاش اليوم بالذات؟ إذا كان نحكيه على تشكيل حكومة، نحكيه على إسناد وزارات معينة، إذا كان فما عدم رضا معناتها منذ البداية، علاش اليوم بالذات سي عبد الرؤوف العيدي تكلم وعطى موقف وخرج على حزب المؤتمر؟ علاش مش قبل؟ علاش مش بمجرد تشكيل الحكومة؟ ويمكن حتى البعض يذهب إلى أبعد من ذلك ويقول أنه تعيين سي عبد الرؤوف العيدي على رأس حزب المؤتمر كان نوع من المحاصة، أي أنه تم اسناد الوزارات لعباد معينين وباش نسكتوا سي عبد الرؤوف العيادي نحطوه امين عام على حزب مؤتمر من اجل الجمهوريه. سكتوني يعني كنت نصيحه انا شو سكتوني يعني يعني ترضيه من باب الترضيه؟ لا، هذا ليس من باب الترضيه، انا لم اكن اطلب شيء، هو ما اقترحوني امين عام، وانا كنت امين عام نائب للنائب امين عام النيابه في صلب محضر حريرة في 1 جويلية 2011،
يعني هم قرروا بعد التحاق المرزوقي بالمنصب الرئاسي يعني انهم انتخبوني 26 يعني. قلت له زائد مكتب سياسي. تقول لي لماذا اثيرت هذه المشاكل؟ نحن طبعا نحن عشنا مسار حاولنا فيه تدارك الاخطاء ومعلش القصور وبقينا نقنع لعل يعني الخروج من الحزب ليس امر هين خاصه يعني المؤسسين ولا الحزب يعني اعطينا لهم من وقتنا ومن جهدنا حتى من اشياء اخرى فلا يمكن بالنسبه لنا احنا نخرج منه بسهوله ثم لما يعني اقتنعت انا انه وجودي فيه ضاع الوقت قررت خاصة أنا نعتبر أن نحن نمروا بمرحلة تأسيسية قررت سيدي باقي من الكلام اللي يتداول أنه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية مخترق من طرف عبيد معناها ولائها لحركة النهضة ويمكن أنا شخصيا كنت عايش تجربة متاع ندوة صحفية في مقر حزب المؤتمر فيما يتعلق بالشريعة وقتها لحد اللي بن عروس مع تعبر على حركة النهضة أكثر من اللي تعبر على المؤتمر من أجل الجمهورية. شنو تعليق سعد الرؤوف العيادي على الكلام هذا؟ كل أحزاب يا أستاذ في الاختراق. هل نحن مخترقون؟ التاريخ كفيل بالجواب عن هذا السؤال. بالنسبة لك أنت شخصيا اليوم الإجابة بنعم أو لا كيف ستكون على هذا التساؤل؟ يعني هم ينتمون الى النهضه ثم نجم نقولوا ينتمون ايديولوجيا فكريا في مدرسه في مدارسهم الفكريه يكونون الولاء لحركه النهضه اما الانتماء الحزبي الى المؤتمر من الجمهوريه يعني لهنا التاثير نجم يكون تاثير فكري ايديولوجي اكثر منه تاثير من نوع اخر لا القضيه هذه اصبحت لي قضيه اخلاقيه الانسان هو في وجدانه وفي انتمائه إلى حركة وهو يدخل حركة أخرى ولكن بغرض تنفيذ مهمة هي إلحاق هذا الحزب أو تطبيعه لأهداف الحركة الأم أو الحركة الأصل التي ينتمي إليها أنا لا أريد الجواب بلا ونعم قد يكون ذلك موجود لاحظنا بعض السلوكيات المرفوضة الأكيد هو خلينا نحكم على أنا ديما نحب التحليل الموضوعي التحليل الموضوعي هو أن خط السياسي أو الرؤى السياسية التي يسوقون لها غير موجودة غير واضحة ماذا يريدون؟ إن كانوا يريدون يعني تنفيذ خط سياسي فهذا خط سياسي لم يشتغلوا عليه ولم يقدموا لنا خطا سياسيا هما اكتفوا يعني بهذا سموه التحالف او الائتلاف الثلاثي الترايكا والترايكا كما تعلم يعني انا كنت لاحظت عملت مداخل المجلس التاسيسي يعوزها لوضوح الرؤيه وهذاك علاش هي تحولت من حكومه اصلاح الى حكومه تصريف اعمال سعد الرؤوف حنختم معك بسؤال مستوحى من لوم كان توجه لك في منوعة تلفزية كنت شاركت فيها في التونسية وجهه لك سي عماد الدايمي يقول أنه أنك أنت تخليت على رفيق دربك وتخليت على مناضلين كنت أسست معهم الحزب وطرح عديد تساؤلات مش نطرح سؤال بصورة معكوسة يعني اليوم سعد الرؤوف العيادي شنو هو تقييمه لمؤسسة الرئاسة بصفة عامة شنو تقييمه لمردود رئيس مؤقت مصف مرزوقي؟ مردود ضعيف ويكون قلت في تصريح أنه أراد سلوك أو انتهاج سياسة لا يملك أدواته مثل ما أطلقوا مبادرات أن تونس يعني تضرب السفير السوري وأنها يعني مستعدة لإرسال قوات إلى سوريا غير
صار هذا غير ليس في متناولنا الآن، ونحن كان الأجدر أن تكون سياستنا الخارجية يعني مبدئية. دون أن نتورط في مبادرات اللي نحن لا يستطيع المجتمع الآن تحملها.